شهد معرض المواطن أولا بحي باب الشعرية بالقاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لانخفاض أسعاره مقارنة بالسوق، ويضم المعرض كافة السلع والمنتجات الأساسية بكميات تكفي حاجة المواطنين. ضمن جهود توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق، جاء معرض المواطن أولا بحي باب الشعرية ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم محافظة القاهرة بإقامتها في كافة أنحاء العاصمة. كل المنتجات عندنا موجودة الحمد لله رب العالمين، من اللحمة وانت نازل، اللحمة بجميع أنواعها، وعندك الرز بجميع أنواعه، السكر، زيت، شاي، كل الكلام ده موجود. وأول إن شاء الله في نص شعبان كده إن شاء الله هنبدأ ندخل ناس بتاعت مكسرات، قمر الدين والتين والكلام ده كله إن شاء الله هندخل ناس كده. عندنا تنوع هنا في المنتجات ما يقرب من 99 منتج. عندنا تعليمات إحنا موصلينها للتجار إن يعلن السعر قبله وبعد الخصم. عندنا برضو نقطة مهمة جدا إحنا بنقوم بها بنفسنا كمشرفين معرض، بنتابع تاريخ الصلاحية، بنتابع تاريخ الانتاج، بنشوف مدة صلاحية قد ايه وتاريخ الانتاج امتى. انت طبعا ما ينفعش تبقى حاجة سعرها قليل وصلاحيتها قربت تنتهي. الحقيقة حاجة محترمة جدا وحاجة ممتازة جدا ان انا يكون متوفر عندي ما لا يقل عن 99 سلعة متنوعة باسعار اقل من السوق ب 25-30%. المعرض يلقى اقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لانخفاض اسعاره عن السوق تحت مظله منافذ معرض اهل رمضان الجديده في كافه الاحياء، خاصه المناطق الاكثر احتياجا للبيع بسعر الجمله تخفيفا عن كاهل المواطنين، الى جانب منافذ بيع السلع الغذائيه الثابته والمتحركه والتي يبلغ عددها اكثر من 2000 منفذ. كل سنه وكل المعارض بقى موجود باسعار مخفضه غير سعر بيع جمهور الشارع خالص. حاجات جميله قوي، كل حاجه هنا حلوه واحنا جايين من مكان بعيد ليه يعني، ولما شفت الحاجات رخيصه على النت وكده جيت يعني من مكان بعيد وكده. ارخص من التجار اللي بره، الفرق 6 جنيه بين كل حاجه وحاجه. والله هي الحاجه كويسه وكل حاجه، وبعدين يعني بالنسبة للأسعار رخيصة. المعرض يضم كافة السلع والمنتجات الأساسية بكميات تكفي حاجة المواطنين، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.